معمار له بصمات كبيرة في العمارة والتصميم والعمل الأكاديمي والبحثي. شو بتولد عندك شعور لما تشوف مجموعة من الأعمال اللي أنت حبيتها لكن ظلت ككونسبت أو بلوبرنت وما تنفذت؟ طبعاً أكيد لو نفذت بكون شعور الإنسان أحسن وأفضل. بعتقد أني ما بختار أي مشروع. هل أنت موافق على هذا الانطباع اللي اتخذ عندك وشو حابب تحكي عن هذا الموضوع؟ لا بعتقد يمكن هذه يعني مش دقيقة هالملاحظة. كيف طبيعة تعاملها معك في المكتب؟ هل بتحكي لك دكتور ولا بتحكي لك بابا مثلا؟ لا أنا يا ريت طبعا بابا بفضلها يعني أكيد، بس زي ما قلت لك هي بتتعامل مع الموضوع بحرفية وبمهنية.